السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة من داخل العراق، تقدرون تتصلون بينا، ومن خارج العراق واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، نقراها في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي أول ملف من ملفات برنامج صوتكم لهذا المساء. حكينا عليه هواية، هذا الملف اللي راح نحكي عليه هسه، واللي هو ملف تعديل سلم الرواتب والمطالبات المستمرة بهذا الشيء. ظهر عدد من الموظفين بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. وبوقت سابق أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد بعد بمرحلة التدقيق بداخل مجلس الوزراء، وبعد ما وصل إلى البرلمان حتى يقرأ قراءة أولى وثانية ومن ثم يقرأ أولى. وأكدت أنه لا علاقة لهذا القرار بقانون الموازنة. إذا تردون تشوفون التظاهرة مشاهدينا الكرام اللي صارت بساحة التحرير فلنتابع. لأكثر من 12 مظاهرة سلمية في بغداد وبقية محافظات العراق نطالب بها بالعدالة والمساواة وتوزيع خيرات وثروات العراق على جميع العراقيين. وأهم مطالبنا في تلك المظاهرات إقرار سلم رواتب موحد ومنصف لجميع موظفي الدولة العراقية. ومع كل الأسف وجدنا استهانة من قبل الحكومات العراقية السابقة منذ سقوط النظام السابق ولغاية اليوم. عليه نطالب بتحقيق العدالة التي طالب بها الرسول والأنبياء وكل من يمتلك ضمير حي في أرجاء المعمورة، والإسراع بإقرار سلم الرواتب بالسرعة الممكنة. هاي التظاهرة اللي صارت للموظفين بساحة التحرير. أما بالبصرة توافدوا المتظاهرين في المحافظة إلى شارع التربية بالمحافظة حتى يطالبون رئيس حكومة الإطار محمد الشيع السوداني والمجلس الوزاري وكذلك البرلمان العراقي أن يعدل سلم الرواتب. آلاف المتظاهرين انطلقوا بهاي التظاهرة اللي طالبت بتعديل سلم الرواتب وأن تكون هنالك مساواة أسوة بأقرانهم، ولوحوا أنه راح يكون أكو تصعيد إذا ما استجابت الحكومة لمطالبهم، ورددوا هتافات اتهموا بها أحزاب السلطة بالفاسدين والسراق. فلنرى معنا. تعرفون تعديل سلم الرواتب المفروض شلون يصير؟ مو بس للموظف، لا، تعديل سلم الرواتب لازم يصير من رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان واللي جواهم واللي جواهم واللي جواهم واللي جواهم، ذولا المفروض يقل، واللي ينخذ من ذولاك إذا رئيس حكومة الإطار والحكومة والبرلمان والوزراء يقولون ما عدنا وما نقدر نزيد رواتب ذولا اللي قاعدين يشتغلون وما قادرين يعيشون، المفروض يقللون شوية من هاي ويزيدون شوية من هاي. يابا ما نقولكم انطوا النص من ذولا، الذولا ما يردون ذولا 20 و30 مليون مثلكم، بس حلوة إذا شلتوا 2 من عندكم وانطيتوا 1 من هذا، حلوة إذا شلتوا 3 من 38 40 مليون ووزعتوها على الناس تعيش، لأنه مو بس العراق اللي دا يعيش في تضخم اقتصادي، كل دول العالم،
وكل دول العالم وحكومات العالم دا تفكر ترفع الحد الأدنى للأجور إلا العراق. الناس تقول تعديل سلم رواتب مطلبنا، سلم رواتب عادل مطلبنا، سلم رواتب جديد يكفي لقمة العيش مطلبنا، أما الحكومة ناطيتها أدنى الطرشة. وهنا راح نشوف مواطن من البصرة طالب رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيعي السوداني أن ينفذ مطالب الشعب بتعديل سلم الرواتب، لأنه معظم الموظفين بالعراق وخصوصاً أصحاب الدرجات الدنيا يعانون من تدني قيمة رواتبهم وعدم كفايتها لاحتياجاتهم الأساسية هم وأهاليتهم بسبب التضخم وغلى الأسعار وتدني قيمة الدينار أمام الدولار بقرار من الحكومة السابقة وغياب الحلول الحكومية. تعالوا نشوف. وكافي بعد والله العظيم والله. هي ما لنا غير حل واحد، تقطع البصرة بالكامل عمي، خد توصل من خلال هذا البيت. حكومة مصطفى الكاظمي، احنا هاي للمرة يمكن العشرين، للمرة المية نطلع بمحافظة شباب مرتبين ومؤدبين مظاهرة سلمية، لكن الظاهر الحكومة اليوم ما جات تحترم السلمية ولا تريد الوضع يكون مستقر. فكافي يا سيد رئيس الوزراء، هذا برنامجك مو برنامجي، انت صرحت عنه قبل لا تستلم منصب رئاسة وزراء، قلت يابا انا برنامجي الحكومة تعديل سلم الرواتب وانصاف الموظفين اصحاب الدخل المحدود، وانت ايش قلت تضيف على راتبي؟ لا راح تسويني مثل المواطن الاماراتي الموظف الاماراتي، ولا راح تسويني مثل راتب الموظف الكويتي، انت راح تعطيني هم فتافيت. لكن انا كل ما في الامر طالما بعدني شاب وبعدني بحالي اريد اضمن باكر من اطلع تقاعد، لا افكر كون الراتب تعطيني تقاعد الراتب الاسمي عايشني بكرامه، مو انا شايب اطلع اشتغل عمالي. قال شيء منطقي، قال لك ما اريدك تساويني برواتب دول الخليج، ولا اريدك تساويني برواتب عاليه مثل راتبك انت يا محمد الشيعي السوداني او محمد الحلبوسي اللي واحدهم بنال قصور وعايش بها مرتاح وسياراتهم اخر موديل، ولدهم بالخارج يتمتعون كل شهر وشهرين، يطلعون يفترون ومن يتمرضون ما يتعالجون بالعراق لان العراق ما بي مستشفيات، بس يطلعون برا. واكو بعض المسؤولين ولدهم بصالات الروليت في اوروبا، واكو بعض المسؤولين عندهم شقق وأبنائهم عندهم شقق وسيارات فارهة وبأرقام عراقية في لندن وغيرها من العواصم الأوروبية، وأكو منهم اللي فتح قنوات، وأكو منهم اللي اشترى فيلل، وأكو منهم اللي اشترى عمارات، وأكو منهم اللي اشترى أشياء غالية، وأكو منهم اللي اشترى قصور، وأكو منهم اللي فتح شركات، وأكو منهم اللي فتح شغل، وأكو منهم اللي ما شاء الله فتحت له باب القدر. لكن هنا يقول لك أنا أريد شيء باكر عقبة من نشيب واكبر عندي راتب يعيشني بكرامة، لأنه راتبه وهو موظف مدى يعيشه بكرامة، فمن يطلع تقاعد ايش قد تطي؟ هذا الدا نحكي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أم علي. الله يعين الراتبة 170 الاسمي، منصورين بقوة الله، أكو مضيفين مضافين رواتبهم حتى علاج ما تكفيهم. نزار البيات يقول لا تتأملوا من حكومة تفضل الهاربين من الخدمة العسكرية وتعطيهم قطعة أرض تكريما لهروبهم على الإنسان السوي، تعرف لأنه خدمة العلم ما تفيد البلد. أسعد البدراني نطالب بتنفيذ وتطبيق سلم الرواتب فورا من شهر حزيران يتم الصرف وبأثر رجعي من بداية سنة 2023، خدمة لشريحة الفقراء والبسطاء الموظفين المظلومين من سلم الرواتب. عماد البصراوي مطلبنا سلم الرواتب بسرع وقت، حق مشروع سلم الرواتب. فكانت هاي التعليقات حول قضية تعديل سلم الرواتب اللي الناس قاعدة تحكي به، تعديل سلم الرواتب اللي الناس تطالب به، تعديل سلم الرواتب اللي مثل ما قال المواطن اللي سمعناه قبل شويه ويقول انا اريد راتب لما اكبر وشيب وانهي وظيفتي واتقاعد، الراتب اللي راح يعطوني اياه جزء من هذا الراتب اللي اذا اخذه هسه يعيشني بكرامه. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو هذا الموضوع قديم وحديث في نفس الوقت. اولا احنا اهم شيء الان أنه يتخذ خطوة جريئة محمد الشيعي السوداني لما قال إذا ما تفقوا على تمرير الموازنة أن يعرضها على مجلس النواب للتصويت
وياخذ الاغلبيه الموجوده اللي هي 50 زائد 1 فما فوق ويقر الموازنه، لان كل المشارع والمصايب مرهونه بها ومعلقه بها. نعم. هاي واحد. ثانيا، اول بادره سواها حيدر العبادي لما اجى صار لغى قرارات المالكه، كان قرار موجود بزياده الرواتب وبهذا الرجعي. نعم. اعتبارا من 1/7/2013. نعم. اول ما اجى الهديه الحلوه للموظف العراقي لغى هذا. هم اي قرار اي قانون في صالح الموظف العراقي والمواطن العراقي يلغوه. نعم. شوف شو للعجمي راتب تقاعدي، اقول زين العراق شنو علاقته بايران يعطيهم راتب تقاعديه؟ سووا للمصري، سووا للسوري، سووا للاردني، سووا ما خلى واحد ما طاب رواتب تقاعديه ابناء البلد متبعين وياهم السياسه الامويه جوع كلبكه يتبعكه. نعم. وهي ايضا السياسه المتبعه في ايران. جوع الايراني على ابوهم لابو حتى ايران مدوخون طوق هذا. الشعب العراقي اللي ما ادري ايش منتظر يعني. ايش منتظر لحمل السلاح واباده هذول ما يطلعون 200 300 واحد. نعم. خلي يكتبون ارواحهم 1000 واحد مو اكثر. مجبي هذا. حكومة ما تسمى بإقليم كردستان هي اللي تفر بصبعها غير الحكومة المركزية. نعم نعم. وإحنا إلا هم غصبا عنهم رئيس الوزراء بنفسه يروح كل شهر يودي رواتب مع الموظفين إقليم كردستان، وأبو إقليم كردستان يدز لإسرائيل سنوي يوميا مليون برميل نفط يدعي دولار برميل. ها؟ زين هذه حكومتي ايش؟ هاي حكومتي ايش؟ وقرت قدرتكم بس على المساكين؟ بس على الفقراء؟ شنو اللي بنيتوه؟ شنو اللي قيتوه؟ نعم. تجي يقول لك عشوائيات ما عشوائيات. هسه تلقوا حصة هذا المقرب الدستور خلي ينفذوها. يقول لك لكل مواطن عراقي حق في نفط وغاز بلاده. هسه ما بدي الحصة مالها عليك، عمق وراك قطع اراضي. انا احكي لك عمرك هذا 60 سنة لحد الان قاعد بالايجار. وين شايف هذول عندهم فلل وعمارات هاي واللي توصل العقارات العراقية يعني اغلى من لندن وباريس. هاي كارثه. فكافي عاد صمت الشعب العراقي مخرعين ومسطحين عقله وقاعدين بيطوبوا. شكرا. نعم. شكرا شكرا لك ابو زينب. ابو خطاب من الانبار حياك الله. ابو خطاب انقطع الاتصال ويا ابو خطاب مع الاسف. نروح الى قضيه ثانيه وهي ابو خطاب موجود؟ ما موجود ابو خطاب، على امل ان يرجع لنا. هنا حكى ابو زينب عن قضيه العشوائيات. هي المشكله الحكومه تحارب العشوائيات وتحارب الناس، ويوميا نسمع واحد من البيوت او كشك بشارع مفلش لانه هذا اللي يريد يعيش ما يقدر يعيش لان ماكو محلات، وهذا اللي يريد يسكن ما يسكن لان ماكو بيوت. السبب شنو يا ترى؟ تعرفون السبب وين؟ هو الفساد الحكومي. وين؟ بالمشاريع، يا مشاريع المشاريع الوزاريه او الحكوميه والسكنيه منها بالذات، وسرقه فلوسها وتلكؤها. هنا راح نحكي عن مجمع سكني ومجمع الأحرار، مشروع وزاري متلكئ من 2010. يعني تعرفون من ايش وقت؟ من الولاية الثانية مال نور المالكي. أموال انباقت، فلوس انصرفت، شركة اكو شركة تعاقدت وياها وطلعت سوت لها حجر أساس وبوابة وتعيش. بس المشروع بال 2023 13 سنة. باب حديد مسنجر، دنكتين، طابوقة مفلشة شوية من فوق، وأرض قحلاء. تعالوا نشوف. 29/5/2023. تدرون هذا شنو؟ هذا وين يا مكان؟ هاي بالبصرة خلف المدينة الرياضية. هذا طرح الافتتاح مالته
بداية المشروع؟ بعهد من وبيا سنة؟ بعهد نور المالكي، شوفوا رئيس الوزراء نور المالكي، يا سنة تقريبا 2011، هاي 1/1/2010، هاي الصفر 2010 2010 1/1/2010 بعهد نور المالكي. انا ما اعرف ياهو هذا جاسم محمد، هاي نور المالكي عهد رئيس وزراء نور المالكي. شوفوا هذا المشروع مشروع وزاري، تمويله من مؤسسة الشهداء. تعرفون شنو الحلو بالموضوع؟ حتى المرمراية اللي كتبوا عليها مشروع سكني او اسم المجمع، واللي منو حط حجر الاساس مالته، انتم تلاحظون انه المجمعات او المشاريع الوزاريه اللي بزمن المالكي كلها نفس هذا المجمع؟ تلاحظون لو ما تلاحظون؟ كلها نفس هذا المجمع. ويسالون لما يطلعون بالقنوات الفضائيه المذيعين والمراسلين والمحللين السياسيين والصحفيين اللي كتبون في المواقع الإلكترونية والصحف والجرائد، ويقولون في زمن المالكي انهدر ما يقرب من 1,000,000,000,000 دولار، لا شلون، وين اكو هيك حكي؟ ابو خطاب من الانبار رجع ويانا، حياك الله يا ابو خطاب. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وانك سعد رفل. حياك الله اخويا. سعد رفل جاي تحكي وتعال على الموازنة أو على العفو العام. لا والله احنا حكينا عن موضوعين اليوم في حلقة اليوم، هن ذن المواضيع كلها دا ناخذها، بس اليوم حكينا عن تعديل سلم الرواتب للموظفين، وهسه دا نحكي عن المشاريع الوزارية المتلكئة. زين، سلم الرواتب، أنا موظف طلعت تقاعد. ايه. راتبي يعني 350، وأنا عندي 17 نفر عائلتي، 10 بنات. الله يحميهم لك يا رب. ونسوان اثنين عجائز، اثنين ما يقدر يقومين. نعم. وراتبي 350، وتسوق هذا اللي تشوفه أنت شلون وار مشتعل. نعم. إي هذا اللحم ما ندري به، ما نعرف نفوت من يمه، بس نفوت من يمه. ما نقدر نشتريه. نعم. ما نقدر كل شيء نسوي، وهم حكومة جاي تلغف النفط، باقوه العراق كله، انهبوه، باعوه تصريخ يا أستاذ رفل. نعم. وجاي تدور حكومة وتقول حكومة، لا حد يقول حكومة، حرام تقول حكومة، هاي مسلبشية حرامية، لا تقول حكومة، مو حكومة، جاي تلغف كل واحد راتبه 40 مليون، مدري 50 مليون، التقاعد ماله مدري 8 ملايين مشقد، وموظف عندي خدمة 36 سنة، خدمت العراق 36 سنة، ينطوني 350. أبو خطاب وين كنت تشتغل؟ موظف بالتربية. نعم. موظف بالتربية 36 سنة. نعم. ينطوني راتب 350 دينار برقبتي عائلة، وأنا ما أقدر أقوم. نعم. بالتربية. نعم. وانا اشكرك، لا تقول حكومة استاذ رفل. احنا نقول حكومة. احنا نسميها حكومة الاطار التنسيقي. لا تقول حكومة، والله مو حكومة، هاي حرامية مثلبشية، لا تقول حكومة. نعم. وانا اشكرك استاذ. لا شكر على واجب، شكرا لك ابو خطاب، شكرا لك. يعني موظف يشتغل بالتربية 36 سنة. اللي يشتغل بالتربية يسموه مربي، واللي يشتغل بالجامعات يسموه أكاديمي، والمربي والأكاديمي يا أما خرجك، يا أما خرج واحد من قرايبك، يا أما خرج واحد من ولدك، فهو اللي ساهم في بناء هذا البلد، لأنه اللبنة الأولى اللي تنحط بهذا البلد على إيد المعلم، ثم الأستاذ، ثم الأستاذ الجامعي، حتى يطلع إنسان سوي عنده تخصص معين حتى يقدر يبني. نرجع إلى قضية المشاريع المتلكئة.
نانا عندنا الإعلامي حيدر الحمداني طلع لنا بملف فساد جديد يقول أكو معمل للأكسجين انبنى. هذا المعمل نوجد حتى يزود مستشفيات محافظة ذي قار بالأكسجين بقضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. كلف إنشاء هذا المعمل 377 مليون دينار عراقي. من وين انصرفت؟ من خزينة الدولة. لكن هذا المعمل ما أنتج قنينة غاز أكسجين وحدة. تعال نشوف. دائرة الصحة ذي قار قررت بال 2021 يسوون معمل لإنتاج غاز الأكسجين، يجهز مستشفيات المحافظة بغاز الأكسجين. كلفة هذا المعمل إخوان 377 مليون دينار عراقي. تمام. هذا المعمل من لحظة إنشاءه ولغاية الآن إذا أنتج الحائط قنينة أكسجين أنتج هذا المعمل. وصلني مقطع فيديوي حقيقة معيب ومخزي يوضح كمية هدر المال العام بهذا المعمل. 377 مليون إخوان، هذا منظر إخوان، شمس، حر، مطر، تراب، تغيرات المناخية كلها يتعرض لها هذا المعمل يوميا من 2021 ولغاية تصوير هذا المقطع الفيديوي المعمل متوقف. زين المن سويتوه؟ ها المن خسرتوا هذه المبالغ المالية والمعمل ما جاي ينتج قنينة غاز أكسجين وحده؟ أكو سؤال ينطرح هنا، معمل عمره سنتين، شو وقت الجملون ما تتكسر؟ شو وقت وقع؟ شو وقت التراب؟ شو وقت زنجار؟ شو وقت توقف عن العمل؟ شو وقت؟ أكو مدارس انبنت من الستينات من الخمسينات ليه سواقفة؟ أكو بيوت مبنية من عهد الملكي ليه سواقفة؟ أكو أشياء أثرية ليه سواقفة؟ آثار بابل صار لها أكثر من 6000 سنة ليه سواقفة؟ ومعمل بالألفين واحد وعشرين هذا حاله، تراب، زنجار، طين. خاف يطلع واحد يقول الأخ هنا دا يكذب، ما انصرف ماكو هيك معمل هذا من 2021 ولا انصرف ب 377. اجانا هالمواطن همينا من ذي قار، طب وصور لكم من داخل المعمل حتى يرد على اللي يشكك بكلام الحمداني بفيديو ثاني من داخل المعمل ويأكد كلام حيدر الحمداني انه المعمل ما يشتغل رغم انه أموالها انصرفت كلها وكل مكائنة متروكة تحت الظروف الجوية والمناخية. فلنرى. طبعا الإعلام حيدر الحمدان نشر المعمل اللي هو بالناصرية بالشطرة، معمل أكسجين. أتفاجأ من البعض أشوف تعليقات من بعض الموظفين بالصحة يقولوا له لا يابا هذا كلامك افتراء والمعمل شغال. لا أخواني، أنا هسه أجيت ورا المقطع بساعة، هذا المعمل متروك مهمول، كلفته 377 مليون ويجوز أكثر، متروك من سنة 2020 أو 21 لحد هذا اليوم. هذا فساد دائرة الصحة ذي قار، هذا فسادهم. الحرق قلبي بالموضوع أنه المعمل أنا أدري بيه وجايينه ومصورينه ومدين المقاطع هواية، أتفاجأ الناس تعلق، بعض الموظفين يقول له لا يا أبا هذا افتراء وانت هذا تصويرك قديم. لا هذا جديد، هذا المعمل متروك، كلفته 377 مليون وأكثر. هذه شوفوه. قولوا لي على كمية المكاين اللي شفتوها أو المضخات اللي شفتوها تحتاج 377. يحتاج واحد يفتح تحقيق بهالموضوع حتى يتأكد من التكلفة الحقيقية للمعمل، رقم واحد. رقم اثنين، عمر المعمل سنتين، أكو ناس صابغة بسبراي ذكريات وأبو فلان وأم فلان وما أعرف شنو. ما شاء الله على العراق، هاي حال العراق العظيم في
في زمن الديمقراطية والحكومات الإسلامية التي تدعي المقاومة ونصرة الإسلام وأبناء البلد. دشوفوا شلون بيصير. كمال الموسوي يقول أكيد الشركة مجهزة من دولة الأرجنتين قصد إيران، وهذا الشيء واجب على الكل وممنوع منعا باتا أي مصنع محلي ينتج بهذا البلد. زيد ياسين يقول الله ينتقم منهم، هذا من أكبر أنواع الفساد. ومحمد المندلاوي يقول عجبي على هاي الحكومات تشوف كل هذا الفساد والسرقات وما تحرك ساكنا. طبعا ما تحرك ساكن إذا هي مستفادة. مهند سامي الدراجي يقول الفساد نهش عقول الناس وما خفي في الوزارات يدمي القلب، وهذا الصح، ما موجود تحت الميوزة بالوزارات يدمي القلب. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الكريم، الجوعان والشبعان ما يترافقون أكو مثل لهن الأولين. نعم. زين بروح أبيك البرزاني يقولون باقي النفوط هو بناء أربيل، ما طلع كردي جوعان ولا طلع كردي قاعد ببيت طين. كذلك الغير مكون من على الجنوب، طلع عليك الجنوب الإطار 360 مقعد، 360 مقعد حبات وجع راس ماكو بالمستشفيات، 360 نائب للشيعة للجنوب. أنا نحكي بشلون يعني نحكي اللي موجود على أرض الواقع، مستشفياتنا حبات وجع راس ما بين يعني شاب منصرف الصحي. أقول له السوداني، أقول له مشي عليك الحسين، ما نجيب لنا واحد من غير محافظة الحطة محافظة الديوانية، مشي عليك الحسين السوداني، حتى لا من الصين من اليابان مو قاعد يستعينون بعقول اقتصادية، استعان لنا بواحد من الغربية كردي، جيب لنا واحد دولة ما نعرف لغتهم، دولة حرامية. الله وكلك حرامي يعني فر يعني الله خلقنا بالعراق، وين نروح؟ لا حول ولا قوة. الله وكذا كان أنا واحد من الناس أمثل نفسي إذا يفتحون لجوع حيواني مو إنسان خارج العراق أطلع على الظليمة اللي عندنا بالجنوب، ما نشرب بالصرف الصحي، الضرائب الأمة كلها زين، ديك الأكراد باقت بس بلد شعبها، بس أنتم الله العزيز أصبحتوا الطيار والإطار ما تمثلون صفر بالجنوب، ما تمثلونه. الله وكذا حرام بي طلقتوا صرف يعني من نراس الهرم مالكم إلى تحت، ما شفنا لكم يوم. أنتم ترى الناس الجنوب كلها قاعدة ببيوت الطين. نعم. الله وكيلك الناس الولد وتموت ما عاد تلبس التوب الجديد. نعم. يعني حرام يعني أنتم ما أدري شيء من ملة أنتم. والله إسرائيل أشرف من الإطار من التيار اللي طيحه وحظ وحظ بباطنة. أنا بالنسبة لي طيح حظ وحظ بي الله وكيلك. يا عاشم زمن ذاك الطاغية كان يوم عليه ويوم علينا، يوم نضربه يوم يضربنا، أهول من حتكم والدوم. نعم. شكرا شكرا لك أبو علي. أبو علي حكى عن قضية يقول لك المستشفيات العراقية ما بها حباية وجع راس، حباية الوجع راس بانادول باراسيتول بارول، هواي أكو أنواع من المسكنات الألم اللي موجودة بالمستشفيات في دول العالم. بس المبكي أنه العراق كان أكو بيه معمل يعتبر من أكبر معامل الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية، وهو معمل سامراء لإنتاج الأدوية، وكان يوزع إلى أغلب مستشفيات العراق من ضمنها حباية الباراسيتامول، وكانت من الجودة العالية. أما الآن العكس. حتى نأكد لكم هذا الشيء شلون صاير الواقع الصحي المتردي بالعراق خصوصا بالمستشفيات، واللي حالات هواية دا تتكرر بشكل شبه يومي، راح نحكي عليها بهذا الملف هسه. رغم كل المناشدات والفيديوهات اللي تنشر، لكن ماكو أي حل إلى حد هاي اللحظة. الواقع الصحي المتردي بالعراق واللي تكاد حالات تتكرر يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، والمناشدات والفيديوهات مستمرة، بس ماكو أي حل ولا توجد أي إذن تسمع هاي المناشدات أو عيون تشوف المآسي مع العراقيين بداخل المستشفيات. أدنى مواطن صور لكم حال ردهة غسيل الكلى في مستشفى البصرة التعليمي. الفيديو من أحد المواطنين اللي رافق والده واللي عاني من العجز الكلوي.
هذا المرض المستشري بمحافظة البصرة بسبب شنو؟ تلوث المي. وتعاني محافظة البصرة من قلة مراكز غسل الكلى، ويواجه المرضى صعوبة التنقل من الأقضية والنواحي إلى مركز المحافظة. كون المصاب بالعجز الكلوي يحتاج إلى غسيل الكلية مادة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، وهذا اللي راح يزيد مصاريف عليه إضافة إلى أجور نقل وصعوبة نقل مريض بسبب بعد المسافة. تعالوا نشوف. هاي قاعة الغسيل مستشفى التعليمي، غسل الكلية باولها فايبر بوبين ودق صباين دق الصياعي الصناعي الحمدان بعد ماي بعد وصافة بعد ضيم سبالة محرقة العانة متهفي بكراتين بعد هذا الضيم ماكو مسؤول ماكو محافظ ماكو ضيم فايبر هاي شوفوها وسبالة محترقة وعانة مسيسة بنص الماي تغسيل وبيد الله سباين وسكود سباين ودرنفيسات بغرفة غسيل كلى. صلوات على محمد. يجي واحد هو قالك تش تشتغل فيتر مال سديات مال غسيل كلى بيا مستشفى بوحدة من المحافظات، وتسمع واحد من جوا منا هذا مريض خطير يريد يرتاح، وليدي لقمة 13 ناوشنياها بسرعة، وين عايشين؟ تعرفون يعني ما عندنا ميزانيات، ما عندنا فلوس، ولا عندنا نفط، ولا احنا اغنى بلد بالنفط ابد. هنا ذيقار ناشط من قضاء الشطرة طلع يشكو خلول مستشفى من الكوادر الطبية. تعرفون ليش؟ لأنه اليوم جمعة، فالأطباء ما يداومون الجمعة، يعطلون يروحون لبيوتهم، والنسوان اللي عندها حالات ولادة ينقلون إلى مستشفى بالناصرية مركز المحافظة لأن الطبيبات المختصات ما موجودة هنا. تعالوا نشوف. بارك أنا هسه بالبيت وجوني، مو جمعة هاي ضيل، أنا مستشفى الشطرة ما راح حامل، الله رزقها بولد اثنين انه مو وحده اثنين نسوان اجن هسه للمستشفى اليوم موعد عمليتين ما ادري ولاده وين حولوهن؟ حولوهن للناصريه اول مره شل عن قلبهن وبعدين للناصريه. ليش بويا للناصريه؟ والله اليوم جمعه والتخدير ماكو وانت يم طبيبتك وطبيبتك اليوم ما موجوده وللناصريه. زين انا رسالتي الوزير الصحه المدير صحة ذيقار ذابي حاض للوزير ذابي خير، شنو ذنب هاي النسوان هسه اللي تلوعن وبعدين حولون للناصرية؟ وإذا ما متحولات للناصرية أنا خسار وانطق بالنعال وراح يوصل المستشفى الولادة، والدكتورات الجو الموجودات الجو بداخل المستشفى طبعا ما تولدها لأن مو دكتورتها قاتلة ما لي علاقة بيج ولي للناصرية وراحت للناصرية المرأة. عطلة رسمية، ما حد يفكر بعطلة رسمية، بلا زحمة. أي مرة حامل من هسه جمعة ممنوع تجيب، أي واحد يريد يتمرض يلزمه للمرض يقول له جمعة ما تجيني، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس طب براحتك، جمعة لا تجي لأنه الأطباء ما موجود. طبيب ما يداوم والله شنو جمعة؟ وإذا جمعة شنو يعني؟ شنو يعني؟ إذا أكو نقص كوادر تدريسية فواحد يحكي يا وزير الصحة ويا محمد الشياع السوداني يقول له أكو جماعة دا يتظاهرون يومية خريجين التخصصات الطبية والتقنية ويقول لك يا بشغلنا دا نسد لك النقص الحاصل الموجود بالمستشفيات. إذا عندكم نقص شغلوا الناس وخلوا كوادر تشتغل، وناس تعطل جمعة وناس تعطل سبت وناس تعطل اثنين وناس تعطل خميس والبقية موجودين يشتغلون بهاي الأيام حتى الناس ترتاح. أما إذا ما عندكم نقص والطبيب أو الطبيبة فالت من الدوام هذا يتعلق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أبو رضا القيسي يقول يعني هاي دولة ما تباوع الناس حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وعامر الفتلاوي يقول الدكتورة الخفر وين بعيادتها؟ لا حسيب ولا رقيب. أما علاء الناصري يقول العام حوالي زوجة ابن خالتي الناصرية وبنص الطريق مات ابنها ببطنها، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. حيدر البدري نطلب من جميع أخواتنا الحوامل ما يجيبني بيوم الجمعة، مهزلة الله وكيلكم. هذه حال المستشفيات العراقية اللي حكى عنها أبو علي من الديوانية، مو بس علاج ماكو، لا
حبيبي أبو علاوي أنت طبيب ماكو، ممرض ماكو، طبيب خفر ماكو، أدوية ماكو، أجهزة ماكو، سديات وفرش ماكو، تبريد بمستشفى ماكو، المستشفى اللي المفروض يكون أنظف مكان حتى يقضون به على الجراثيم، غرف العمليات هي أزبل مكان بيها. احنا حكينا عن المستشفيات وقلنا بواحد من المقاطع انه اللي دي يصير بالبصرة من الفشل الكلوي سببه شنو؟ التلوث بالمي. هسا نروح من الحديث عن المستشفيات والرداءة بها وتهالك النظام الصحي بالعراق، وذكرنا به مرضى غسيل الكلى ومعاناتهم بسبب المي وتلوثه. فعلى شنو راح نحكي؟ عن تلوث المي. يا مي، مي الإسالة اللي يوصل للبيوت. اكو ناس مواطنين وثقوا فيديوهات تبين حال مي الإسالة الملوث والغير صالح للاستعمال البشري اللي واصل لبيوتهم. مواطن من حي الفداء بقضاء الزبير بمحافظة البصرة يشكو من تلوث مياه الإسالة الواصلة لهم بمحافظة بها أكبر عدد إصابات بأمراض خصوصاً أمراض الكلى والسرطان بسبب تلوث الجو من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتلوث المي الواصل لبيوتهم. تعالوا شوف. على محمد وعلى السلام عليكم. شوفوا الماي، ماي خيسة، هاي ماي عود الإسالة، ماي زبير، شوفوا شو يعني ماي خايس، أخي لا ينجرع ولا هاي حتى ماي يصلح حتى للغسول. شوف شوف هذا ماي، هاي ماي ماي الإسالة يا مدير. شوف الماي، شوف هذا الماي بينكم ما بين الله، هذا ماي، هذا ماي صالح، ماي والله خيسة، خيسة مال خيسة، ماي خيسة. شوفوا شاهدوا اخوان، ما الله واديكم. وينك يا مدير بلدية الزبير؟ وينك يا مدير يا الزبير؟ وينك يا صديق كذي؟ وهذا ماي الزبير شرف خيسة، هاي ماي صالح مال الزبير خيسة. كان قبل اكو بالحدائق مال البيوت، حديقة بيتنا واحد من عندها اكو بوري بالباب يسموه بوري ماي خابط، هذا اللي ما تعرض الى اي تنقية وتصفية، كنا نستخدمه بس نزقي به الزرع. كان يجينا المي الخابط للبيت بس مو بالإسالة، ما كان يطب للبيت. ما فد يوم فتحنا بوري المي بمغسلة او سنك او حمام واجانا هيك حالة. أما منطقة التحسينية بوسط محافظة البصرة، الحال بها ما يختلف عن بقية أقضية ونواحي المحافظة، مي ملوث يوصل للبيوت بدون تنقية وتصفية. تعالوا نشوف. انزين عرفه شنو مانه؟ بس هو الحيوان ما نشربه، زين احنا شلون نغسلهم؟ خاف عبالكم بالبصرة، أذكركم مرة بغداد طلع نفط ومرة طلع لهم عصير وغيرها 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 وغيرها. بس هسه راح نروح المحافظة ذي قار، تحديدا قضاء الفهود. تخيل حبيبي اللي دا تشوفني انه اللي وصلك للبيت تفتح البوري يطلع لك طين أو وحل، شنو رأيك بالموضوع؟ تريد تشوف قدامك. هاي الحالة تخليني أفكر بحالة واحدة، إذا أنا ما سامع الموضوع وأشوف الصورة خلفه قاعد يخبط بسطل اسمنت ورمل حتى يبني، بس ما لتخيل هذا مي الناس يطب لهم للبيت حتى يطبخون ويغسلون ويشربون ويأكلون من عنده، ما أتخيلها. تعالوا نشوف الناس إيش علقت على قضية تلوث المياه. أول تعليق موجود ويانا من محمد عبد الحسين يقول: شنو العجيب، أرخص شيء حياة الإنسان العراقي في ظل حكومة الفاسدين. جمعة الحسن يقول: هي الحياة كلها ملوثة في العراق مو بس المياه.
ومؤيد الحيالي يقول أصبحت مشكلة تلوث المياه خصوصا في جنوب العراق نكبة حقيقية، وأصبحت قلة المياه تحدي خطير يهدد الديموغرافية في كل العراق. وأياد الكنعاني يقول لا تحجون على أوضاع المزرية، الذيول ما يقبلون، مستعدين يسبحون بمي مجاري، بس أهم شيء عندهم تاج راسهم يعيش متمتع. هذا التعليق هو أفضل تعليق للواقع العراقي اللي دا يصير حاليا، مو بس على المي، على الصحة وعلى الصناعة وعلى الزراعة وعلى التجارة وعلى الفلوس وعلى الحياة وعلى الرواتب وعلى كل شيء. هذا التعليق يضبط عليه، لأنه اللي قاعد فوق ويقرر القوانين ويسوي الأشياء تاج راسه ما يقبل، خصوصا تاج راسه اللي موجود بالأرجنتين. تجفيف بحيرات الأسماك، فصل جديد من الفشل الحكومي، هذا هو العنوان للإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي بعد أن جفت أنهر العراق وتحولت المياه إلى أكبر مشكلة ببلد الرافدين، واللي راح تقضي على مصير العديد والعديد من الأسر العراقية اللي تعتمد على هاي المصلحة. تعال نشوف. وك يا سوداني من انطيت القرار ليش ما موتتنا؟ اضربني طلقة؟ أنا قتلني وخلى موت ليش قطعت رزقورة؟ وك والله مطلوب 80 مليون. تجفيف لبحيرات الأسماك وتضييق على أرزاق المواطنين وأموالهم بقرار من حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني للتغطية على فشلها في حل أزمة شح المياه وعدم الوصول إلى اتفاق يعيد للعراق حصصه المائية المكفولة دوليا في ظل ضعف وهوان فقدت بموجبه البلاد سيادتها وحضورها الفاعل بعد أن كانت رقما صعبا في المنطقة. حالة طوارئ يعيشها مرب الأسماك في العراق بعد قرار وزارة الموارد المائية ردم المزارع المرخصة منها وغير المرخصة، ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة للمربين، وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام من السمك إلى 20,000 دينار بعد أن وصل إلى نحو 8,000 دينار عراقي بسبب قلة العرض. يا محمد الشاع السوداني، يعني ما سيره الوزير اليمك، ما سيره جاي يسوي ما يسوي انت. مناشدات لا تلقى آذانا مصغية وسط استغراب العديد من مربي الأسماك إقدام الحكومة على هذه الخطوة التي وصفوها بالجائرة، في حين أنها تغض الطرف عن المكاتب الاقتصادية والعتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف التي تستثمر في قطاع الأسماك. تكاليف إنتاج عالية وتعقيد حكومي يشوبه الفساد والمحسوبية في منح الإجازات الخاصة بتربية الأسماك، فضلا عن نقص الأعلاف والعلاج وعدم تعويض مربي الأسماك عن حجم الخسائر الكبيرة التي تلحق بإنتاجهم نتيجة انتشار الأمراض والملوثات المائية. مطلوبين فلوس وقاعد شعر روسنا، شلون يعني الدولة تريد أن تذابح ويامك؟ تذابح ويام العلم؟ تذابح ويام الفقيس؟ ويا الناس اللي معزل بحيرات. مراقبون أشاروا إلى أن الإجراءات الحكومية تعني أن الأسواق المحلية ستفقد 50,000 طن شهريا من الأسماك لاعتمادها على البحيرات الطينية والأقفاص العائمة، في ظل أزمة الجفاف التي تسببت هي الأخرى بخسارة كميات كبيرة من الأسماك، ولا سيما في البحيرات والأنهر الفرعية كما حصل في بحيرة الحبانية في الأنبار. قرارات غير مدروسة بردم بحيرات وأحواض الأسماك التي تغطي 70% من إنتاج الثروة السمكية في العراق، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم حماية المنتج المحلي من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن فتح باب الاستيراد للأسماك المجمدة من مصادر مختلفة من بينها إيران التي يضيق خفر سواحلها، إلى جانب خفر السواحل الكويتي على صيادي العراق في مياه البلاد الإقليمية بشواطئ الخليج العربي، في ضرر لا يقل خطره عن ضرر ردم البحيرات على الثروة السمكية في العراق. المواطن العراقي ليش يأكل لحم؟ ليش يأكل دجاج؟ هسه جا دور السمج، ليش يأكل سمج؟ والخطوة الثانية أنه ليش العراق بيه سمج؟ لا، الأرجنتين هم أنا بيها سمج، بقع السمج خلنا نستورد سمج أرجنتيني ونستفاد من عنده، سمج عراقي ما طيب. تأجيل امتحانات السادس إعدادي، هاشتاق تصدر ترند العراق، لأنه أكو مناشدة من طلاب الصف السادس إعدادي وذويهم اللي كان المفترض أنه العام الامتحانات صارت بيوم 20
27 من شهر تموز، أما السنة الدراسية الحالية قرر أن يجرى الامتحان ب 21 من شهر حزيران الحالي، يعني شهر أبكر من الامتحانات ما السنة الماضية. وأكو بعض المناهج والمقررات الدراسية اللي ما اكتملت إلى حد هاي اللحظة بالمدارس، فلهذا طالبوا رئيس الوزراء لحكومة الإطار محمد الشيع السوداني ووزير التربية الحالي أن يعيد الامتحانات إلى 20 من شهر تموز المقبل، من هيكملون المنهاج الدراسي ويقدرون يراجعون أكثر وحفاظا على مستقبلهم. ولهذا تصدر ترند العراق وجبنا لكم بعض التغريدات. رضا الشيباني: أنا مستغرب، هاي امتحانات مصيرية وما حد مهتم، الكل يريد يخلص. هو شنو تريد تخلص غير أهم شيء معدل؟ وحتى إذا أنت مسيطر ترى هواية طلاب ما مسيطرين ومدى يلحقون وماكو تخسيت تأجيل امتحانات السادس الإعدادي. أما علي الزامل يقول: أول شيء أني أنا طالب كلية، أنا طالب كلية وطالع من السادس من زمان، بس أتذكر من كنت بالسادس مريت بهاي المعاناة ويومية أغرد على تويتر على مود التأجيل، فمن ذاك اليوم ولحد هاي اللحظة كل ما أشوف ترند على التأجيل أغرد بأكثر عدد تغريدات ممكنة لأن مار بهاي المعاناة وإن شاء الله تتأجل. حيدر: والله محتاجين التأجيل، اللي داوم حكومي يعرف المعاناة، أما اللي داوم أهلية ما راح يعرف حجم المعاناة. مدرستي ما كملوا المواد وتوقف الدوام، الكيمياء والفيزياء والرياضيات لحد هسه ما مكملين جميع الفصول، أرجوكم أنقذوا الطلاب. أما نجلاء تقول: أنا طالبة طب عام مرحلة رابعة، من شفت الترند تذكرت المعاناة اللي كنت أعانيها، فتضامناً ويا طلاب السادس الناجحين فقط، مو اللي يريدون التأجيل على مود يتونسون. تقصد أن الشخص اللي يريد يأجل حتى يقدر يقرأ حتى يقدر ينجح، فكان هذا أغلب التغريدات على هاشتاك تأجيل امتحانات السادس إعدادي. لاحظتوا مشاهدين الكرام، لما نكون ميك ملوث راح يصيب بيك فشل كلوي، ولما نكون عندك فشل كلوي وما عندك راتب راح تطب بمستشفيات ما تقدر تدفع فلوسها وما تقدر تتعالج، ولما ما عندك رواتب وما تقدر تتعالج ما راح تقدر تعيش. فإذا لاحظت الحلقة مالتنا هي حلقة واحدة تكمل اللخ، الحل بيد من؟ لا بيد الأرجنتين ولا أمريكا، بيدكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.